السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم مجددا لمواجهات هذه الأمسية، اليوم الثاني من منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمويتاي، وهذه البطولة التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسينج، التي تعطي فرصة لجميع اللاعبين المتواجدين حول العالم للمشاركة والمنافسة بين نخبة ومع نخبة من أفضل اللاعبين في العالم. معي زميلي الآن الأستاذ عمر المرزوقي، أيضا انضم إلى منصة التعليق للتعليق على نزالات هذه الأمسية. يعطيك العافية أستاذ عمر. الله يعافيك أستاذنا جبريل الغالي، أسعد الله مساكم ومسا جميع الجماهير خلف الشاشات والمتواجدين عندنا اليوم أستاذنا جبريل الغالي. أستاذ عمر، الآن إحنا في نزال تقريبا 22 من هذه الأمسية، والنزال اللي شاهدوا أمامنا مع إسماجون من فريق كولوسيوم ونبدون من بلغاندا جيم. طبعا نشاهد هذه التقنيات وهذه المهارات الفنية اللي يستخدمها كل اللاعبين، رأيك الفني بمثل هذا المستوى؟ والله يا أستاذ جبريل، مباراة هذه على مستوى عالي جدا، نقدر نقول هذه مباراة نهائي جد في أدوار طبعا متقدمة. طبعا اللاعبين اثنينهم خبرة، ذو خبرة عالية، لاعب نادي كولوسيوم اللي هو إسماجون، طبعا لاعب أوزبكي قوي ومعروف وله التكنيك، وكذلك لاعب نادي بي ليجند اللي هو نبدون، اللي هو لاعب متمرس ولعب عندنا في اكثر من بطوله، وكذلك تشوف الستايل اللي يلعب فيه، ستايل طبعا اللي هو الستايل التايلندي الاصيل في المراوغه، وفي كذلك الدخول على اللاعب الاخر. نعم، كما نوهت عن هذه النقطه، هذا اللاعب الذي تاسس في المدارس التايلنديه في الركن الازرق نبدون، وشاهدناه في العديد من المواجهات، شوف هذا الأسلوب اللي يتميز فيه عن اللاعبين الآخرين، خاصة إسماجون أسلوب الأوزبكستاني اللي جاي من شرق آسيا، اللي يتميز شوي بالسرعة واللعب الطويل. شاهد كيفية التحكم والهدوء اللي يتمتع فيها نبدون، كم يعطيه أفضلية أمام الحكام مثل هذا الأسلوب؟ والله في الحالة هذه في أفضلية عند الحكام، تعطيه أفضلية عالية جدا في هدوء اللاعب، في تمركزه، وفي اللاعب إسماجون من الركن الأحمر، متعودين نحن نشوف اللعيبة من شرق آسيا اللي من أوزبكستان وطاجكستان والدول هذه، لعبهم يكون سريع جدا ومراوغين، لكن اليوم حد اليوم اللاعب نبدون حد اللاعب الأوزبكي من التحركات السريعة بأسلوبه الهادي وبترقبه، مثل ما نشوف اللقطة هذه كان ترقب جدا عالي منه، لتمركز عالي جدا منه لصد الضربة، وهذا يدل على ندية هذه المواجهة وعلى شدتها وعلى المستوى الاحترافي اللي نشاهده بين كل اللاعبين. أستاذ عمر، نعرف احنا الستايل التايلندي شوي يرتفع ووتيرة ان المواجهة ترتفع في الجولة الثانية والثالثة، وعادة ما تكون الجولة الأولى جولة هي نسميها جس نبض، هل تعتقد هذه الجولة ستتغير استراتيجية نبدون أم سيبقى على نفس منهجية الجولة الأولى؟ حسب خبرتي مثل ما تفضلت أخوي الغالي، نبدون لاعب يلعب بستايل واحد إلى آخر جولة بهدوء وكذلك بطريقة اللاعب التايلندي، عكس اللاعب نشوف نحن الأوزبكي غير من وتيرة اللعب، هو اللي مسيطر حاليا على مجريات المباراة، أنا في نظري هو اللي قادر أنه يحرك اللاعب نبدون والجهة اللي هو يريدها بتحركاته، قدر أنه يقرأ ممكن اللعب، أو المدرب عنده طبعا عامل جدا مهم للاعب أن يكون مدرب يعرف يقرأ تحركات الخصم ويعرف يعطي التعليمات الصحيحة لتغيير مجريات اللعب كذلك. فمثل ما تشوف نحن ما زلنا بعدنا نشوف نحن اللاعب نبدون ما زال هادي، ما زال يلعب بكل هدوء، وحتى ان الستايل اللي هو يمكن يلعب فيه الستايل التايلندي اللي هو الستايل الاحتراف اكثر، اللي هو البطء والترقب واللي هو الرد السريع للضربات. بس نشوف استاذ عمر الاستراتيجيه اللي يتبعها الان اللاعب اسلام في الزاويه الحمراء هي اسلوب المسافه الطويله، حيث يتحكم الان على مجريات النزال من هذه المسافه، لانه على ما يبدو في الجوله الاولى واجه مشكله بهذه تشعر انها تروح افضليه لصالح اللاعب التايلندي نبدون، لذلك اتوقع اذا استمر اسلام باتباع منهجيه المواجهه من المسافه الطويله سياخذ الافضليه.
في هذه الجولة. صحيح مثل ما تفضلت المسافة الطويلة مثل ما تشوف هو اللي يستخدمها إسلام في التنقيط والرجوع، هذه أفضل طريقة للفوز بالجولة ضد لاعب متمرس مثل نبدون. لكن كذلك ما ننسى أن نبدون في الكلينج عنده أخطاء ممكن تبدر منه، الأخطاء هذه لو تبان للمشاهد أن هي أفضلية للاعب، لكن الحكم المتمرس أو القاضي المتمرس يعرف أن اللاعب هنا أخطأ في طريقة الكلينج في الأسقاط، فما يحسب الضربة أو ما يحسب النقاط هاي عكس ما يراه المشاهد اللي يمكن يكون معلوماته تكون قليلة شوية في اللعبة هذه. ونقطة أخرى أريد أن أنوه عليها أنه نبدون كان في الجولة الأولى يعتمد على الهجوم المضاد المعاكس، ينتظر هجمة المقاتل إسلام، لكن إسلام الآن اللي غيره أنه بعد الهجوم يعني يخرج من الزاوية اللي يحتاجها. عادة التايلانديين يحبوا الخصم الثابت، لكن الآن إسلام ما أعطى هذه الفرصة. وعلى ما يبدو الزاوية اللي نحن جالسين فيها في مزايد من رؤيتنا نحن لمجريات اللعب، اللاعب إسلام كان أفضل وكان تنقيطا مجريات، تحكم في مجريات اللعب، تحكم في مستوى اللعب بالكامل، لكن يرجع القرار إلى القضاء حاليا. نشوف رأي القضاء في الجولة هذه وكذلك رأي لجنة الجوري إذا كان في أي لهم رأي آخر. لكن عموما مثل ما تفضلت إسلام جون هو كان متمكن. هذا أستاذ عمر اللي بدنا يعني ياريت تسلط لنا الضوء عليه، ما هي يعني الركائز اللي يعتمد عليها القضاء بالتنقيط واحتساب النقاط للاعب؟ طبعا اهم الركائز لاحتساب الجوله الثانيه باجماع القضاء. طبعا تشوف الحين بنشوف نبدون يمكن انه يغير مجريات اللعب، هو يبادر في اللعب مثل ما نشوف الحين هو قاعد يبادر ما ينتظر فقط على اساس انه ممكن انه يخطف الجوله هذه، لكن ممكن تكون صعبه جدا على اللاعبين حاليا وكذلك على القضاء في احتساب. لكن مثل ما تفضلت الركائز الاساسيه مثل ما قلناها قبل، نحن افضل شيء اللي هو خروج الضربه الصحيحه ووقوعها على الخصم بطريقه صحيحه ولا تكون على اللي هي الواقي او مراكز الدفاع. اذا دافع اللاعب وكانت الضربه اجت في الدفاع مثلا فما تحسب الضربه، عكس انها تجي على الجسد بشكل صحيح في اي مكان من مجريات المباراه. نعم طبعا يمكن نعاود نتكلم بهذه النقطة أبو زايد، لكن بدنا نركز على مجريات المواجهة ونشاهد الآن كيفية التعامل مع هذه اللكمة اليمينية من المقاتل التايلندي نبدون. مثل هذه الضربات أكيد مؤثرة على الخصوم وتشكل خطورة وتستهلك طاقة من الخصم كبيرة ليعاود أنفاسه وطاقته للمنافسه. صحيح طبعا مثل ما تفضلت الضربات القويه هذه اللي تكون على اللي تكون على الراس بطريقه مباشره تؤثر على اللاعب، خصوصا في سقوط اللاعب في بعد الضربه القويه اللي تجي على الراس يكون سقوط اللاعب طبعا تؤدي الى ممكن اهتزاز عنده او ممكن نقول هي دوخه بسيطه تصعب عليه اللي هو الرجوع الى مجريات اللعب واخذ النفس بطريقه سريعه للرجوع قبل ما يقوم الحكم بالعد على اللاعب في حاله انه راى انه لا في حاله انه غير متزن. وكاني اشعر ان هذه الجوله اصبحت قريبه جدا، يعني كلا اللاعبين ينافس و كأنه يقنع أحدهم القضاء، يعني المرة تعطيها لإسلام ومرة تعطيها لنبدون، يعني في هنالك ندية كبيرة بين هذين الخصمين. نعم صحيح في ندية طبعا كبيرة من كلا الخصمين، طبعا كل لاعب منهم يحاول مثل ما تفضلت يمكن احنا نشوف مثلا 20 ثانية تكون لنبدون و20 ثانية ثم ترجع إلى إسلام جون بالطريقة هذه، التنقيط من كل اللاعبين يلعبون عليها. طبعا مهم جدا أن الحكم اللي في المنتصف يعطيهم التنبيهات، يعطيهم الأخطاء، ينبه لهم، هذه أشياء كذلك تأثر، يعني مثل ما نشوف هذا الإجراء هذا خاطئ من اللاعب الركن الأزرق، مثل ما تفضلت شفت الحكم الحين نبه عليه، في الحالة هذه في ركن من ركائز اللي هو احتساب النقاط وفوز اللاعب، في حال وصول اللاعبين إلى التعادل في الجولة الأخيرة أو في الجولة، يعتمد الحكام على ركائز مهمة جدا في الفائز طبعا بعد
انتهاء كذلك على القضاء وقراراتهم كذلك في احتساب النقاط في نهاية الجولة. نعم مشاهدينا الكرام، نشاهد أمامنا بعض مقتطفات الإعادة، وكأني أيضا أو ستكون جزء من نتيجة هذه الجولة. صعبة أبو زين. طبعا جدا صعبة طبعا، وفي حال أن الفائز في هذا النزال نسمع القرار بالركن الأحمر. نعم ذهبت إلى اللاعب إسلام جون مرثينتهم، لكن ذهب القضاء وأتوقع الجوري معهم إلى الخصم. مثل ما نشوف الضربة هذه كانت جدا قوية من لاعب إسلام جون، لكن وكذلك رد كذلك من لاعب نبدون، لكن القرار يحتسب بمجمل المباراة وليس 10 ثواني أو دقيقة واحدة، أو في بعض الأحيان يخطأ ممكن بعض القضاء في احتساب آخر الثواني وهذا خطأ. كان مجمل مباراة جميل جدا، مجمل جولة كاملة جميلة جدا، سيطرة من كل اللاعبين، سيطرة من الحكم على مجريات المباراة، تنبيهات واضحة للمشاهد والجميع. فننتظر المباراة الثانية لنشوف مجرياتها والقرارات اللي تطلع فيها. نعم إذا نزال تقني مهاري.